السلام عليكم. إن شاء الله نواصل جولتنا مع النباتات التي يمكن تربيتها داخليا ظل أو نصف ظل، كنباتات العصريات الورقية والشوكية كما نرى إن شاء الله. وهذه العصريات يعني ممكن تتربى في مكان ظل إضاءته ساطعة، ولكن إن كان النبات بيحتوي على صبغات ملونة فلا بد إن احنا نقربه من أشعة الشمس شوية على أساس إن هو يحتفظ بالصبغات بتاعته وتظل الألوان موجودة في الأوراق بحالتها الطبيعية عشان النبات يحتفظ بطبيعته يعني جمالية. يعني شايفين هنا مجموعة من العصريات الشوكية، طبعا هنا كل الألوان في العصريات هنا ألوان طبيعية ليها، يعني ما فيش فيها رش أو كده. يعني طبعا عالم الصبارات عالم يعني عالم التحف، يعني التحف الربانية والتضاريس الطبيعية التي خلق الله بها هذه النباتات في تشكيلات يعني رائعة. يعني فشايفين هنا ما شاء الله يعني كأنها منحوتات من المجسمات النباتية بأشكالها وأشواكها وتضاريسها وكل ما فيها، يعني سبحان من أبدع. يعني شايفين هذه مثلا على سبيل المثال يعني شيء رائع رائع. يعني تشكيلة واسعة من العصريات الشوكية. هذه الصبارات من نوع من انواع الايفوربيا المطعومة على سيريوس، تسمى كريستاتا، يعني لانها بتبقى شكل العرف بتاع الديك، يعني فبيسموها كريستاتا نسبة الى عرف الديك. طبعا نبات البابروميا من النباتات الداخلية ويتم تقاصرها بالأوراق أو بالعقل طرفية وسطية. ممكن نقطع يعني ورقة ونغرزها في التربة، يعني نقطع ورقة من هنا كده ونغرزها بالعنق بتاعها في التربة بزاوية 45، وتعمل جذور وبتبقى نبات مستقل بذاته فيما بعد. هو نبات جميل جدا وأوراقه جلدية وبيتحمل كل الظروف ما عدا الري الزائد يعني أو الإضاءة المنخفضة. طبعا كل هذه النباتات نباتات داخلية. أنواع كلها من الدراسينات وأنواع من نخيل الكنتيا والأريكا. طبعا في إخوة قالوا لنا إيه الفرق ما بين الكروتون الداخلي والكروتون الخارجي، فإن شاء الله لما يقابلنا كروتون خارجي هنتناول هذا الموضوع بحيث ان هو يبقى يعني رؤية العين، يعني ما يبقاش مجرد كلام فقط. طبعا هذا نبات الانتوريوم المزهر. طبعا جنس الانتوريوم متعدد الاصناف، يعني على سبيل المثال ده انتوريوم مزهر نظرا لان هو اتشهر بوجود هذه الالوان المتعدده من ازهاره. هذا نوع اخر اسمه الانتوريوم الامبريالي، وفي الانتوريوم السهمي وفي الانتوريوم المتسلق، في مجموعه من الانتوريومات يعني جميله جدا، لكن الاشهر يعني الانتوريوم المزهر هذا لان هو ظهوره هذه. طبعا دي الزهره ودي اغريده الزهره، فده بيستخدم طبعا كظهور قطف، فمشهور يعني عن باقي انواع الانتوريوم الاخرى. يعني بالاضافه ان هو بيتحمل الظروف المنزليه نسبيا. يعني طبعا شايفين هنا الناس القائمين على العمل بينظفوا النبات اول باول، بيزيلوا الاوراق والازهار اللي جفت بحيث ان يظل النبات يعني بشكله الراقي الجميل. يعني طبعا ده نبات الاسباسي فيلم او الشراع، يعني شايفين هنا الزهور بتاعته او الشراع بتاعه بيكون فريجاتا يعني مخطط. هنا طبعا انواع من الدراسينات
سبلينيوم، روتون الظل معانا، الادينيوم، الادينتم، كزبره البئر اللي هي الخضراء، شجيرات بونساي متقزمات كلها صغيره يعني بتربى بهذا الشكل. هذه كلها شجيرات بونساي، فيكس بونساي. شايفين هنا ما شاء الله يعني انواع من الايشيفيريا، الصبارات العصاريه الورقيه جميله جدا. في بعض الاخوات صوروا هذا الصبار وهو اسمه كرباج يعني ماشي. ده بيتم فصل اي ورقه من دول واعاده زراعتها، وبيتم ان هي بتعمل جذور يعني ان شاء الله، ونقطع الاوراق اجزاء وبنغرسها فبتبقى نباتات مستقله بذاتها فيما بعد يعني. نباتات معلقة يعني بصورة مقلوبة يعني نوع من الديكور. هنا برضو مجموعة من النباتات، سنسيفيريا جلد النمر المخطط، بامبو لقي مزروع في تربة وأيضا جاف عشان النبات برضو ما ياخدش مية كتير ويعفن يعني. ممكن نزرع البامبو لقي في ماء أو نزرعه في تربة ما فيش فيه إشكال. احد انواع الدفنبخيات بيسموها دفنبخيه كاميلا، كاميلا وليست كاميليا، كاميلا، وهي من اجمل دفنبخيات المتقزمه وبتتحمل ظروف كتير يعني، هنعمل عنها موضوع ان شاء الله. البابروميا، السانجونيوم، الهيدرا، مجموعه من الفيتونيات معاها مجموعه من الصبارات الايشيفيريا. كده ان شاء الله نكون يعني صورنا لحضراتكم مجموعة من النباتات الداخلية، النصف الداخلية. كلانش المزهر من الصبارات الورقية المزهرة الجميلة، لها مجموعات من العصريات الورقية. طبعا دي قطتنا الجميلة يعني. دوارق زجاجية التي يتم فيها الزراعة داخليا. كده ان شاء الله نكون صورنا لحضراتكم يعني اكبر نسبة من النباتات الموجودة هنا. يعني نرجع تاني للأوركيد يعني بروعة الوان ازهاره رائعة يعني، تداخل الوان روعة يعني. نشوفكم على خير ان شاء الله، وكل عام وحضراتكم بخير، والسلام عليكم.